ما خلصنا ابن الخشمان ادري يلا ابن الخشمان طالب مداخله يعني ايوه وش يبي مداخله يقول الا خلها بكره تحيز عطنا ابن الخشمان خلينا نشوف ايش انا خايف منه قبل ما يجي ابن الخشمان ايش خايف احنا ترى بنختم يرحم والدي احنا بنطلع ايش انا خايف منه ناصر بن سعد طلب مداخله معنا وراح طلع استبعاد ايه؟ اما هو استبعاد براي اخاف ابن الخشمان ارحب ارحب يطلع يلحق ربيع يا خير ابن الخشمان مرحبا يا ابن الرويه ان حصلت هذا اللي كاتبه الله والحمد لله على كل يا سلام يا ثقه جلال حصل ابو الخشمان كيف حالك طول عمرك اول شيء امسي عليكم جميع صباح 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 وبيض الله وجيهكم على كلامكم الطيب والله ما تدرون وين هي ولا انا بس مداخلتي شرها غالي على غالي وشرهتي على سالم بن حزام وابن حزام ايش فيه ما هي قريبه وهو كذلك هاقين فيه وإن شاء الله أني عندها قوت أنا بدأت له موضوع واللي استغربت أن أبو حزام لا رد علي ولا عطاني هو لو أنه عطاني بيض الله وجهه وإن رد لي فاللي ورا ظهور الرياجي الكايد لكن أبو حزام سبهني وأنا لأني لحيت أن أستاهل المسباه ولاني قاصر عن الرياجيل وهذه شرهتي على ابو حزام موضوع وش طيب انت شره وش الموضوع يدري به ابو حزام عنده ابو حزام وش الموضوع ابو حزام اشرح موضوعك الرجال لا بشرح انا اشرح وش تبي اقول يا عبد الرحمن عبد الرحمن انا دخلت مع السيب قبل شوي وقال انا ابغى اطلع لاهلي يوم جميل يوم واحد تطلع السبت قلت يا عبد الرحمن انا ترى مقدم هذه واحده الثانيه يا عبد الرحمن انت ابوك جاء وواجهته نعم. موقفي ضعيف الثالثه زملائك كلهم انا حتى لو بروح واقول يا محمد عيسى عقاب امس ما قدرنا نطالب مطالبه وانا معليش اني اعلم وش السبب اللي زعلك لانك انت اللي جيت يا عبد الرحمن على فكره لانك انت جيت تشره ويحق لك تشره بس لا تشره الا بشيء يعني تكون انت منصف طبقه على نفسك ويكون لك حق بيه مثل ما قال محمد انا موضوع اللي قلت لك تمنيت انك ما بدأته ولا قلت لان قلت شلون ما بديت انت اللي جاي انت اللي جاي الان لكن انا ما عندي عبد الرحمن انا تحت الهواء فوق الهواء في الماء في البحر في الارض في الجو انا جاي انا يوم قلت بطلع انا كنت في نفسي والله ولا يهم الربع اللي عندك ولا اللي يسمعني ولا تصغر اني ماني بروح ابوي الحمد لله مواجهه وداري بخير بسلم على اخت اللي عمرها 14 سنه ومن ذوي الاحتياجات الخاصه وتغليني جدا والله وبالله ما ودي افصح عن الموضوع هذا قسما بالله ولكن انتم اللي يوم طقت يا ابو حزام يوم تقول على الهواء خليتني اقول الكلام هذا وانا والله العظيم ما ودي اتكلم عنها هذه اخت لي الله يشفي لها ويشفي مرضى المسلمين اجمعين من ذوي الاحتياجات الخاصه أبشر. واحبها جدا واني والله اني مشتحن لها ومشتاق لها وكذا مره اني حتى امتجنب بعض الامور انا لا اضحك ولا اشتعل ولا اسولف لا بد الانسان وانا ما ودي اتكلم في الموضوع هذا ولا عمري هذا احنا 63 سكريبت والله ما عمري في انت لا عاد تكلم خلاص ابشر انت اطلق احجاجي الله يطول سالم عندك الموضوع يا ابن الخشمان حنا معك حنا معك ابو سحاب طول يا ابن الخشمان صل على هادي محمد ابو سحاب انا لي شهر واكثر وانا اعيش في التفكير ولكن رضيت بحكم ربي لو اعاني علي ظروف أكبر من الحكية والتبرير ما يفرح به إلا اللي مع الوقت عاداني تعبت تصنع فرحتي بالزمن وأسير وأنا كم شعور لأدمس الليلة بكاني همومي تعبت أدهن وراها ومس السير ولكن ما خلتني لو الوقت خلاني أنا داخلي حلم ومحتاج للتحرير وأنا مثل شيبان ومثل إخواني على طارية على طارية الإخوان لو ما بهم تقصير أبا خص درة عمري ونصفية الثانية تغريد لا يهمكم على الوقت ويش يصير أبا أطلق إحجاجينك إذا ربي أحياك والله يا أبو خشمان أبو خشمان أبا أعلق بس إذا سمحت لي أبو سحاب سالم حزام حنا مجربين قدام تجربون أنتم متسابقين والله ما يذخر ولا حاجة ولكن لا تزيدون حمل لا على سالم ولا على غير سالم في هالموضوع الموضوع هذا شأني إداري هي اللي تعطي فيه ولكن إن سمح سالم وسمحوا الربع وحنا بعد سالم في هالموضوع أنا أطلب ونطلب عقاب والشباب اللي كانوا ناويين يطلعون يعطونا مجال أن هبدأ يا سلام أطلب بوجهي وجه سالم وبداح وعلي ومحمد منصور إبراهيم الحسين أن يعطي من خشمان اليابا استاهل بس الله عز وجل انه يشفيها
اللهم لك ويخليك لها بناخذك وسالم والله ما عمره قصر مع احد والله لكن عاد ابن خشمان اللي تبيه وابو حزام بيض الله وجهه ما يقصر ابو حزام كلم ابو صالح الحين هو ما كان يدري على الموضوع لو كان يدري اسوي حزام بيض الله وجهك يا ابو سحاب قل لي انا واحد يا ابو تعلم منك وحنا ترى سالم حنا ما حنا سالم حنا انا بقولها صدق والله حنا نتعرض لشيء مو طيب ف الناس عندها ظروف نعم الناس عندها ظروف ويجب من الإدارة ومن الإعداد ومن انهم حتى يشرحوا لنا ظروف يشرحوا لنا ظروف المتسابقين ذولي اللي ابوه اللي ابوه في المستشفى واللي يعني عنده حاله ما يعرضونا لهذا الضغط اللي ياخذ من ارواحنا يا اخي نعم احنا انتلاشى احنا نتقطع يا اخي كل ليله احنا في مشكله وفي حوسه وفي تعرض تعرض يعني احنا في النهايه قلوبنا من لحم وعندنا مشاعر وبالنسبه لي انا ترى ما على ادنى شيء يعني الان هذا الموقف ذا بيتعبني يطلع ابن خشمان الان تطلع الله ياخذ روحك تطلع الان تطلع سريت علينا يا مسلم الحين سريت علينا وتعبتنا والله تعبتنا وان شاء الله وتعبونا كلهم ويطلع الان بيض وجهك يا ابو سحاب ومطلقين كلكم فقره النقد والشباب كل ابوهم وجزاكم الله خير لكن ابن خشمان شغل ولا اعطنك مواترنا ولا فكنا يا مسلم ولا فكونا من الحزام فعلي ابو حزام معلي استريح الربع استريح خلو ابو حزام خل والله ما علينا ونتمنى ما حد يعترض ابن خشمان نتمنى اذا في تقدير لنا كلنا نعم الرجال اولا للتوضيح ظروفه مره صعبه انا الامانه كلنا ما لهم ابو حزام يعني في الموقف هذا ظروف المتسابقين حنا ما نعلم عنها ولا ندري عنها والمفترض من الإدارة بأن كل متسابق تراعي ظروفه يعني حنا بشر وهذه مسابقة وفي استثناءات في كل مسابقة في استثناءات ضرورية أنا مرت في المرحلة هذه وكان أبو عبد الله مشرف وكان من الرجال اللي فعلا ساعدني في الاستثناءات هذه وقضيت لزومي لذلك الضغوط النفسية تأثر على المتسابق يعني يتعب أنا بشر يا أخي لي قلب وراي أهل وراي ناس لا احنا نبغى نوصل الرساله ان ما في اول شيء احنا ما نزايد نعم خلونا نكون واقعيين شوي احنا ما نزايد على ان الاداره قلوبهم من حجر وحنا قلوبنا رهيفه نعم هذا مو صحيح يا اخوان نعم. لكم ان تتاكدون 100% ان الاداره في خصوص هذه المواضيع انها مسافه قريبه من كل متسابق ولكن ممكن ما تدرون يمكن يعني خروج بن خشمان يضره حتى لو ايش هو مشتاق فعلا ولكن يمكنهم مجهزين له شيء يمكن هذا اللي لازم تاكدونه ولا والله ان محمد عيسى وعلى راسهم الـ 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 المدير صالح الحسين وابو صالح ما هم متاخرين في مثل هذه وكلنا نعلم واشياء سابقه يعني كان ابو صالح مع المتسابقين وصالح كان وقفه اب واخ اكبر لهم ولكن تاكد في اشياء ممكن احنا ما ندري عنها ولكن احنا نطالبهم الان بالسماح له والله يوفق ويعين الرجال انشحن الرجال فقره لقه هذه اللي تجيب بعدين ابن خشمان ترى في دروب الى 5 ايام انا ملاحظ الرجال ما هو برفيقنا الاول نهائي بعدين احنا يوم نطالب ونحط صوتنا مع صوت ابن خشمان ولا عقاب ولا امثالهم المضبطين هذول ما هم هارمين النوعيه هذه ما تنقز جدار ولا تخالف كلام ولا احنا نقدم وجيهنا وندري ان تطلقنا معاهم لانهم وجيههم تطلق وندري ان الاداره راح تعطيهم اللي يحتاجون يقدرونه فابن خشمان عنده ظرف رجال مقدر وظرف استثنائي اتمنى الاداره بما يقتضي بمصلحتها انها ما توقف تسهيلات اللي تقدم هذه مثل ابن خشمان او عقاب او غيرهم من الشباب وكلهم فيهم خير وبركه لكن ذولي لا يهربون ولا فيستاهلون صراحه موقف استثنائي وطلبه سالم كلنا في الحال واحد تقدر ان شاء الله ابو عبد الله ما ازيد على كلام اخواني لكن بامانه احنا زي ما قال احنا بشر والقناة مكونة من رئيس مجلس إدارتها وإدارتها يحسون إذا وصل لهم الظرف ما يقصرون العتب على اللي ما وصل الظرف ولا شرح الحالة لكن فعلا عبد الرحمن بن خشمان له 3 أيام اليوم هذا الثالث عبد الرحمن بن خشمان برا الفورمة عبد الرحمن بن خشمان يمكن طلب
من احد وقال انا عندي ظرف ودي تطلع وقالوا لا، فبدا قال اجل انا اختصر المسافه واختصر الطريق، يعني يقول اختصر المسافه والطريق، فقام يسوي مخالفات تافهه ما تذكر لكن موجبه للخصم، تمام؟ تافهه موجبه للخصم، لكن استغرب ان الجنرال ما جاي يخصم عليه عشان يطلع برايه. نعم. انا اتوقع عبد الرحمن خشمان اذا تبي تخسرون عبد الرحمن خشمان وجاء الجنرال وخصم عليه، اتوقع عبد الرحمن خشمان راح يودعنا هذا الاسبوع. تكمين على بلاطه، عبد الرحمن خشمان طاقت نفسه. فانا طلبتنا وصلتكم وجينا عندكم الان، طلعوا الرجال خلوه يروح 24 ساعه زي اخويا ويعطينا روح اكثر وتواجد اكثر. يعطيكم العافيه. الله يبيض وجيهكم، ورساله بوصلها للمتسابقين وللاداره